في واحد يا جماعة طلع من امبارح او اول امبارح عمل فيديو كده عن لبن بخيره، ان هو فيه شوائب والناس بيشربونها سم، ومسمي الفيديو سم لبن بخيره وبتاع. فانا جيت اثبت لكم ان لبن بخيره ما فيهوش اي حاجة، انا لسه جايباه وما لسه مقفول جديد، التاريخ بتاعه 6/10/2018 يعني الشهر ده. فانا اثبت لكم بقى زي ما هو عمل فيديو وورانا حاجات كده غريبة مش موجودة. انا اول ما شفت الفيديو بتاعه بصراحة قمت فتحت ايه كيسين ثلاثة كده وما لقيتش في الاكياس حاجة، فانا قلت بقى اعمل فيديو ليكو تشوفوا بنفسكم ان هو ما فيهوش حاجة، لان هو رعب الناس على الفاضي. ده بقى واحد وطلع قال انا مش عايز شهرة ومش عايز الكلام ده كله، مش فاهمة هو عمل كده ليه. يعني انا اوريكم ان الكيس ما فيهوش اي حاجة قدامكم اهو، اللبن نازل اهو عادي ابيض، ولا فيه سواد ولا فيه اي حاجة. خلاص كيس ابيض، كيس ابيض ما فيهوش اي حاجه. تمام، ادي واحد، ادي كيس اهو، هنا واحد تاني اهو، واحد تاني اهو برضو مقفول نفس الحكايه. 6/10 برضو نفس التاريخ، او 6/10 نفس التاريخ. يا ريت اللي بيتفرج على الفيديو يتفرج عليه للاخر، انا ولا عامله بقى مونتاج ولا قطعت ولا فصلت ولا اي حاجه، الفيديو حته واحده عشان ما حدش يقول انا عامله الموضوع. يعني كله اهو قدام عينكم، ومليش مصلحه على فكره خالص في اللي انا بعمله دوت، غير ان انا بشرب اللبن دوت كل يوم يعني ما فيهوش حاجه. فحرام حرام نرعب الناس على الفاضي، كل شويه نطلع بحاجه نرعب بيها الناس. ده مش عارف فيه، الناس ما بقتش عارفه ولا تاكل ولا تشرب. كيس ابيض ما فيهوش اي حاجه. تحب افتح لكم تاني ولا كفايه؟ تالي كده كفايه، كيسين اهم، كيسين ما فيهمش اي حاجه. افتح تالت. تمام، افتح تاني؟ نفتح تاني، افتح لكم التاني، نفس التاريخ 6/10 والكيس مقفول نفس التاريخ اهو الشهر ده. نحط بقى ايه، جزء هنا وجزء هنا، مش مهم اللي هيكفي. تالت كيس، تالت كيس اهو، مفيش نقطة سودة في اللبن. والله يا جماعة مليش أي مصلحة من اللي أنا بعمله ده، غير إن بس الناس ما تخافش. شايفين؟ كيس ابيض، ولا في حاجات سودة ولا في شوائب ولا في اي حاجة، مفهوش اي حاجة. مش اي حاجة بقى تطلع على النت نصدقها، حتى لو فيديو الله اعلم بقى ده جايبه منين، الله اعلم ده عامل ايه في الكيس. يعني انا معرفش بصراحة، معرفش هو اللي عمل كده واللي رعب الناس على الفاضي. لبن يا جماعة مفهوش اي حاجة، دي شركة جهينة يعني شركة محترمة، ولبن بخيره طول عمرنا بنشرب منه ما حصلناش اي حاجة، فبلاش رعب على الفاضي. ويا رب يا رب اكون يعني في التوب. باي باي.